جميع أبناء المغفور له الشيخ زايد رحمة الله عليه ورثوا عنه النبل والأصالة وطيب المعدن، ورثوا عنه الاعتزاز بالوطن والتفاني في العمل لخدمة أبنائه، ورثوا عنه الحكمة والتواضع والأدب الجم. ولكن صاحب سمو الشيخ محمد إضافة إلى ذلك لا يشبه والده الشيخ زايد في الشكل فقط، يشبهه في معظم صفاته. يأتي في مقدماتها الكاريزما الطاغية والشعبية والمحبة، سبحان الله لا تضاهى هذه المحبة من الكبار والشباب والأطفال داخل الدولة وخارجها.